وإن شاء الله نواصل وإياكم فقرات حلقاتنا لهذا اليوم في صباح كربلاء. نروح وياكم إلى تقرير في المثنى، وهذا التقرير يتحدث عن مبادرة جميلة إنسانية للأخ أبو أحمد البدري، وهو حفر بئرا في بادية المثنى. نروح نتعرف على هذه المبادرة الطيبة وأثر ذلك في هذا الأجواء وهذا الصيف الحار. أكيد نتمنى له دوام التوفيق ولنا عودة إن شاء الله. بعدما أكملنا مهامنا في ناحية بصيال واقعة في صحراء المثنى مع وفد العتبة الحسينية المقدسة، عدنا إلى مدينة السماوة وشاهدنا في طريقنا منظر يجسد معنى الإنسانية والإخلاص. بئر ارتوازي في البادية مجهز بماكينة تستخرج المياه الجوفية مزودة بالوقود وزيت المحركات ومولدات التشغيل على مدار 24 ساعة، فضلا عن بناء مقر للعاملين وصرف رواتب شهرية لهم. كل هذا قدم من قبل أبو أحمد البدري قربة لله تعالى وإكراما لأهل البيت عليهم السلام، حتى تملأ عجلات الإسقاء بالماء بالنسبة للرحل والمستطرقين ويروى حلالهم. طبعا بعد ما انتهينا من التبليغ من منطقة بصية اللي تبعد عن مدينة السماوة أكثر من 250 كيلومتر، مررنا بهذه الصحراء القاحلة وجدنا هذا البئر اللي هو عبارة عن سبيل، وهذا حقيقة رغم قلة الثقافة الدينية بهذه المجتمعات إلا أنهم تركوا كل شيء وجاءوا لأجل العمل لوجه الله تعالى. هذا الماء هو إرواء إلى الحيوانات طبعا المارة منا، وهذا عمل جيد عمل ممدوح، ونحن كعتبة حسينية مقدسة نتوجه بالشكر إلى هؤلاء الناس الأوفياء جزاهم الله خير الجزاء، وهذا مشروع خيري ونحث الآخرين على أن يحذوا حذوهم بهذا الاتجاه. البير هذا احفره أبو فارس أحمد البدري لوجه الله وبثواب أهل البيت والأنبياء، سبيل الناس تجي تروي من عندي ببلاش، صار له 4 سنوات، وهاي تجي البنت تورد عليه الغنامة أهل الحلال واحد مستطرق لوجه الله وأهل البيت والأنبياء. رغم حرارة الطقس إلا أن الرعاة والعرب الرحال هنا لا تشعر بالعطش قط وحتى قطيع الجمال والأغنام، فالبادية فيها من أصحاب العطاء قل نظيرهم بالعطف والشفقة والشعور بالمسؤولية وإنقاذ الناس من قسوة العطش التي ربما تؤدي إلى الهلاك. فما قدمه أبو أحمد البدري ورفاقه للناس اعتبره عمل خيري وواجب إنساني. هذا البئر لاحظنا به قضية مهمة جدا، أن من وضع هذا البئر هو شخص من قبيلة البدور، وضعه سبيل يعني سبيل للناس، ولاحظت أيضا العاملين أو المحيطين بهذا البئر يشيدون بهاي الخطوة ويستذكرون أيضا أنه في الصحراء يجب أن يكون إنسان عنده عطف وشفقة ويعطي الماء وسق الماء في هذه المنطقة، يعني عندهم فرد شيء مهم ويعتبرونه من الأمور الدينية الواجبة على كل إنسان أن يسقي حتى الحيوان. سواها أحمد أبو فارس، سواها للناس بالهلة تي السيارة توريد، والما تي سيارة شغل المكينة ترسل ويمشي 30-40 سيارة بيوم، هو ما موجود حلال هنا يشرب ثواب سبيل للعالم. من المثنى كرار الياسري، كربلاء الفضائية.